الحقيقة اللي احنا قلناه من ترشيد ومن فوائد ومشروعات، رغم ان احنا زودنا المعاشات شوية ورفعنا العلاج ايضا شوية، الا انه الحقيقة في امرين في غاية الاهمية ارجو ان انتوا تركزوا معايا. الامر الاول هو انه معاش المحامي بيخصم منه خروج اي مستحق من المستحقين مقدم على الجمعية العمومية القادمة قرار بالاحتفاظ بكامل المعاش لاخر مستحق للمعاشات. تحتفظ اسرة المحامي حتى لو بقي فيها واحد او واحدة ابنة او ارملة بكامل المعاش الذي حصل عليه او حصلت عليه الاسرة. هذا هو القرار الاول. القرار الثاني وهو المرتبط بموارد الزيادة المباشرة لتحصيل اتعاب المحاماة عند المنبع. الان مقدم الى اكتواري النقابة مشروع برفع المعاش او الحد الاقصى من 2000 الى 3000 جنيه. وسوف نقدم ندعو لجمعية عمومية، انا بتكلم عن المرحلة الاولى، ندعو جمعية عمومية لكي تنظر في التقرير وتنظر في الزيادات المستحقة او التي يمكن ان تحقق للمحامي. هذه هي مقدمة الموارد التي دخلت في ذمة نقابة المحامين. لا نستطيع ان نتحدث عن زيادة على موارد لم تدخل بعد في ذمة نقابة المحامين. لازم نبقى منصفين ولازم نبقى متمتعين بالدقة حفاظا على التوازن الاقتصادي لهذه النقابة. يمكن ان نزيد كل يوم بس بشرط ان يبقى الموارد زادت كل يوم، وده اللي هنحققه او ده اللي هيتحقق خلال الفترة القادمة. هيرفع بذات القيمة الحد الادنى للمعاش المقدم في المشروع 1000 جنيه.